مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ هعمل معاكم حلقه بصل كريسبي، بتيجي حلوه وتحفه، جربوها ان شاء الله مش هتندموا. عندي هنا بصلايه كبيره قطعتها بالشكل ده، شايفين؟ وعندي هنا كوبايه دقيق، وعندي هنا بيضه، وعندي الموزاريلا، اي جبن اللي انتوا عندكم ممكن تستعملوه، وعندي بقسماط. خليت دول عشان افتحهم معاكم. بصوا، لازم ما يكونش بصل متقطع رفيع قوي ومش تخين قوي، بقطعهم كده، بعدين افضل افتح كل حلقة لوحدها. شايفين الطريقة؟ دول اللي في الوسط بقى بخليهم. بصوا، بجيب واحدة كبيرة وواحدة صغيرة كده، بعمل بينهم الموزاريلا، اي جبنة ان انتوا عندكم، تحشوها كده بالراحة من الطرف. شايفين؟ انا عملت كذا واحدة كده بالجبن، التانيين خليتهم فاضيين عشان اوريكم الطريقة. هعمل لكم طريقتين، الطريقة بالبيض والبقسماط، والطريقة التانية هبقى اوريها لكم في الفيديو. بجيب هنا، بشيل الحلقة اللي عندي فيها جبنة بالراحة كده، بحط عليها الدقيق، مش هستعمل شوكة ولا اي حاجة، كده بالراحة عشان ما تفكش معايا. بكون حط على الدقيق شوية ملح عشان البصل ما يجيش ناقص ملح معانا، عشان ما فيش تتبيلة ولا اي حاجة. شايفين؟ بعدها بنزلها على البيض. الطريقة دي الكل بيعرفها، ان هي الدقيق والبيض وبعدين البقسماط، بس حبيت ايه اوريكو كده واحدة واحدة عشان ايه بتاع الجبن دي ما تتفكش معاكو ولا اي حاجة، كده بالراحة. وبعدين على البقسماط على طول، شفتوا ان هي بتحاول ان هي تتفتح، اذا اتفتحت معاكم يبقى اضغطوا عليها وخلاص هتتظبط. وبعدها هنحطها على البقسماط على طول قبل ما تنزل البيض بتاعها، وكده خلصة معانا. شايفين؟ صراحة الحلقات البصل دي بتيجي تحفة. دي الطريقة الاولى اللي هي بالبيض والبقسماط. الطريقة الثانية لو ما فيش بيض ولا بقسماط معاكم وتستعملوها بدون جبنة ولا اي حاجة، بتيجي تحفة كمان، وبتيجي كريسبي وكل حاجة مقرمشة وحلو. بجيب الملح بحطه على الدقيق شويتين حلوين كده عشان يجي طعم حلو. وهنا عندي بابريكا، انا بحب الشطة، عملت شوية شطة معاها، والكمون، شوية زعتر بحطه على الدقيق، بخلط كل العناصر مع بعض، شوية بزيد عليها شوية مية ساقعة. لما بخلط دي كلها بجيب مية ساقعة واحطها على الدقيق اللي عندي والتوابل اللي انا حطيتها، بخلط كويس عشان ما يبقوش كلكع الدقيق كده. ازود شويه ميه، كده يبقى الخليط بتاعي جاهز، واحط الحلقات البصل بتاعتي اللي عندي ده من غير موزاريلا ولا اي حاجه، صراحه بيجي تحفه. شايفين؟ بس يكون الزيت عندنا سخن، مش سخن قوي عشان ما يتحرقش الدقيق من فوق والبصل ما تستويش من جوه، ولا يكون ساقع، يعني نص نص. وحطه على النار على الزيت،
وده كان الشكل النهائي حبايبي. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة.